إقامة الملتقى الوطني الدعم الدولي للثورة الجزائرية. وبذلك فباسم دار تقفلات ستينيات الاستقلال من المجيد الذي شكلتهم هذه الثورة الجليلة. مناسبة الاحتفاء بالذكرى 68 اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، نظمت دار ثقافة الملتقى الوطني للدعم الدولي حول الثورة التحريرية المجيدة، كان تحت رعاية السيد والي الولاية وإشراف مدير الثقافة والفنون. أكيد هذا الملتقى أطير من طرف أساتذة ومختصين وباحثين وتاريخيين من مختلف جامعات الوطن، وكان فيه إقبال وحضور طلبة جامعيين وكذلك طلبة معهد التكوين المتخصص في التكوين المهني. مدى تعاطف الدول تقديمه إلى شخصية أخرى كذلك اللي هو الكاثوليكي في التعريف بالجزائرية. الدعم الدولي للثورة الجزائرية ملتقى اللي اسمه الدعم الدولي للثورة الجزائرية، حتى نعرف الجمهور ونعرف أولادنا وأبنائنا مدى تأثير الثورة الجزائرية ومدى الانتصارات الكبيرة التي حققتها. وكانت يعني الحرية المطلقة للأساتذة، اختاروا يعني المواضيع، اختاروا المواضيع حسب قناعاتهم. دونك حنا الطبعة هذه الطبعة الأولى يعني كانت يعني كان مفهوم عام باش التعريف عام، الملتقى هذا يؤسس وتكون الطبعة الثانية فقط شبكة جونسون هي وحدها في هذا المجال. على هذا الأساس فقد لأن الجميع يرى فيها الذي قدم في شكل دعم فردي أو شبكات من إيطاليا دعمت الثورة الجزائرية على حقيقة الدعم. موضوع المداخلة جاء في إطار دعم شبكات أوروبية، الشبكات الأوروبية للثورة الجزائرية وخاصة شبكة فرانسيس جونسون كنموذج. حاولنا من خلال هذه المداخلة الوقوف عند أهم جوانب الدعم الذي قدمته هذه الشبكة، أهم رواد هذه الشبكة شبكة جونسون، كذلك الآليات التي وظفتها لدعم الثورة الجزائرية، علاقتها بفيدرالية جبهة التحالف الوطني بفرنسا، الصعوبات التي تلقتها هذه الشبكة في مجال عملها، موقف الحكومة الفرنسية من هذا النشاط. شبكة كوريات كان عندها دور كبير. ملتقيات من هذا النوع يعني تفيد كثيرا الطالب وتزوده بأفكار وتنور يعني بصيرته. رسالتي لكل الطلبة يعني يجب أن يحضروا لهذه الملتقيات، لأنها يعني تفيد كثيرا في المعرفة وإثراء الرصيد الفكري للطالب. كشف عيوب فرنسا كاملة. الأمن توزع الأرامل المهاجرين هم تعاملوا مع القضية الجزائرية في دعما بأرواحهم. لا يبقى المؤرخ الجزائري حابس الأرشيف الفرنسي.